من أكثر الدول الاقتصادية في المنطقة أو العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات على ما يبدو بين إيران، يعني حجم التجارة كبير جدا، الجالية الإيرانية في الإمارات كبيرة جدا. صحيح. طيب السؤال المطروح أنه حين يصل الكلام في الإمارات العربية إلى حد تشبيه ما تفعله إيران في الجزر بما تفعله إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة، يعني وكأنه يفهم الإيراني أنه في لهجة تصعيد من الطرف الآخر. ما في تصعيد، تصعيد إيراني، لأن أنت عندما عندما تقوم الغربية التي تقول إيران أنها تهددها مباشرة وأنه هي تقوم بكل دفاعاتها ضد هذه القوات وليس ضد دول الخليج. الاحتلال هو احتلال، كان إسرائيليا لفلسطين أو أمريكيا للعراق أو إيرانيا لجزر الإمارات، الاحتلال هو احتلال. فعندما تزعل إيران أو تغضب إسرائيل، لم أقل مثل إسرائيل، الاحتلال هو احتلال إن كان إن شاء الله من أي لون إن كان ومن أي دولة. احتلال هو احتلال، لا تستطيع تفرق، لأنه يأتي بالقوة ويأتي بيفرض نفسه، وإيران تود أن تفرض ذاتها بالقوة وبالعنف على دولة الإمارات، فهو احتلال. الآن الاحتلال الإيراني يعني إنساني وحميد ومدريش أبدا، لأنه هناك شعب عربي يعيش في الجزر ويعاني يوميا من هذا الاحتلال، فهو احتلال. وإن زعلت إيران على ذلك عليها أن تحل المشكلة لكي لا تسمع مثل هذه اللغة، وهذه ليست لغة تهديدية وتصعيدية، وإنما يعني الإمارات مثل ما تفضلت لديها علاقات تجارية واسعة، وكنا باستمرار نتعامل مع إيران بهدوء وباحترام. لكن عندما لا تود إيران أن تحل قضية قائمة معنا، لا يمكن إلا أحيانا نشعر بانزعاج. وما صدر عن الشيخ عبد الله بن زايد في وصفه هذا الوصف يدل على انزعاج، أن يا إيران لابد لك أن تحل هذه المشكلة. طيب إمكانية الحل معدومة مع إيران، لماذا؟ لماذا لا تكون هناك منظومة أمنية في الخليج بين إيران وبين دول الخليج ونحل كل هذه المشاكل؟ أنا رح أجي على النقطة هذه، بس يمكن أركز على نقطتين. الوجود الأجنبي في منطقة الخليج لم يتعارض مع المصالح الإيرانية، بل بالعكس خدم مصلحة إيران. خدم، لولا الوجود الأجنبي لما أنهي وضع صدام حسين، ولما استطاعت إيران إزالة نظام صدام حسين في العراق، ولولا الوجود الأجنبي في أفغانستان لحكم الطالبان التي إيران تقف في مواجهتها. فإذا الوجود الأمريكي خدم المصلحة الإيرانية أيضا في هذه النقطة. النقطة الثانية، هنالك تهديدات حقيقية أطلقتها إيران. خليني بس أعد 4 تهديدات منها. التهديد اللي حصل على مملكة البحرين وما أقيل في هذا الجانب، التهديد الذي أطلقه نائب الرئيس الإيراني حينما تحدث عن دولة صغيرة في الخليج نمحيها، تحدث عن هذا الجانب فيها. أيضا التهديد بإغلاق مضيق هرمز، أكثر من 47 تصريح لمسؤولين إيرانيين حول إغلاق مضيق هرمز، هذا يجب أن تأخذ بعدد في 1000 تصريح ينفون ذلك. لا لا، بس على كل هذه التصريحات موجودة. أيضا المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية حينما تحدث أن الأنظمة الملكية هي السبب، يعني هذه التهديدات التي تطلقها إيران يجب أن نأخذها مأخذ الجد، لا سيما أنها تنبع من مسؤولين لهم مناصب حكومية وتعبر عن السياسة الإيرانية الكاملة. إيران يجب أن تعدل من سلوكها تجاه دول المنطقة. دول المنطقة لم تسعى مقابل ماذا؟ لو عدلت سلوكها مقابل ماذا؟ تحصل على الأمن والاستقرار، والازدهار ولكن هل دول الخليج تستطيع أن تضمن لإيران ما تريده؟ مثلا أنه رحيل القوات الأجنبية، 1. 2. تبين من ويكيليكس هذه الفضائح والوثائق أنه الكثير من قادة دول الخليج كانوا يشجعون الأمريكيين على ضرب إيران. طيب كيف لإيران أن تطمئن إذا كان الجو المحيط بها أيضا إلى هذه الدرجة من الخطورة؟ هذا يوصل رسالة للإيرانيين أن قلقنا مشروع، وأنه ما نحتاج لا لأمريكا أو لإسرائيل أو لأي طرف يحرضنا ضد إيران، وإنما قلقنا مشروع. والملفت أيضا، بالتالي ليس هذا 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 لصالح المفروض الإيرانيين. رد أحمدي نجاد قلل من خطورة الويكيليكس، يعني موقف، يعني هذا كان ملفت، أنه أيضا لازم يذكر أنه قال أن هذا لن يؤثر على العلاقة وهذه كلها مؤامرة وكلها يعني. ولكن يعني سؤالك اللي سألته، ولكن كان إيجابي لأنه كان طلع الكلام عن، لا بس إيران يعني طبعا إيران يعني تبدي عكس ما تضمر، يعني بشكل واضح بالنسبة لهذه. يعني إيران مستاء جدا إذا بالفعل في تصريحات، يعني هو ويكيليكس يعني أثبت بالفعل القلق الجماعي الموجود في كل دول المنطقة من النفوذ الإيراني والمشروع الإيراني، وجزء من هذا المشروع الكبير هو النووي الإيراني. طيب. الذي قاعد يدفع المنطقة نحو المزيد من العسكرة. طيب. والمزيد من سباق تسلح. كويس، بس دكتور عبد الله في المستقبل، ولكن السؤال في قضية ما جاوبنا عنه. اسمح لي سأعود إليك في هذا السؤال، ولكن في قضية سباق التسلح، يعني المعلومات مهمة جدا اليوم، حجم التسلح في دول الخليج العربي مقابل التسلح الإيراني. نعم. يعني في آخر التقرير أنه 105 مليارات دولار أمريكي وصل إنفاق الدفاع العربي في العام الماضي وفق تقرير للجنة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي. السعودية كانت أكثر المستوردين بإنفاق عسكري تخطى 40 مليار دولار. الإمارات العربية المتحدة استوردت فقط عام 2008 ما نسبته 6% من مبيعات الأسلحة في العالم. وحسب معهد ستوكهولم
لأبحاث السلام الدولي. احتلت الإمارات المركز الثالث في قائمة أكبر مستوردي السلاح في العالم منذ عامين. فاينانشال تايمز تؤكد أن دولتين مجلس تعاون الخليجي، أعتقد ربما الإمارات والسعودية، ستنفقان 100 مليار دولار على معدات الدفاع في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. 120 أربع دول 123 مليار. فاينانشال تايمز من شهرين. نعم. والقوات المسلحة العراقية النظامية أو الرديفة فاقت المليون عسكري. وتؤكد مجلة معلومات الدفاع أو ديفنس نيوز أن بغداد تعتزم شراء 4000 دبابة في السنوات القليلة المقبلة. طيب سؤالي لك دكتور عبد الله، هذه المعلومات أولا صحيحة؟ واحد، أسألك كباحث طبعا ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت. واثنين، هل هذه ستصد الخطر القادم؟ لنفترض الخطر الإيراني، هل ستضمن أمن الخليج أو أنها تخدم المصالح الأمريكية؟ يعني هذا يؤكد طبعا بالفعل أن في إنفاق كبير جدا، ولكن أنت قاعد ننطلق من نقطة غير صحيحة، أن القوات الخليجية ليست جيش واحد، عندك 6 قوات، 6 جيوش، 6 وزراء دفاع، 6 رؤساء أركان، حتى أنظمة ما عندنا ما يسمى interoperability، يعني اللي هو الأنظمة المتشابهة التي تعمل يعني رادار للمجال الجوي الخليجي إلى الآن مو موجود. بس في درع الخليج وفي درع الخليج تفكك، وين درع الخليج؟ ما موجود الحين. في حتى يعني بالعام الماضي في قمة الكويت اتخذت دول الخليج قرار جيد في اعتقادي، اللي هو قوات التدخل السريع. القمة اللي عقدت في الكويت العام الماضي كانت أول قمة منذ حرب، منذ غزو الاحتلال العراقي للكويت، ودولة عربية خليجية تحت التهديد وفي حرب واضحة مع الحوثيين، المملكة العربية السعودية. الآن ما الذي حدث لقوات التدخل السريع؟ لا أحد يعلم. يعني هني مثل ما نتقدم خطوة نتراجع خطوة. نحن مشكلتنا الأساسية التي قام من خلال هذا المجلس هي أمنية واستراتيجية في منطقة يعني تعموا فيها يعني في عدم الاستقرار. ولكن سؤالي، ولكن هذا الانفاق، نعم، هذه الأسلحة تضمن الأمن؟ هل تردع الخطر على أمن الخليج مثلا؟ تفضل دكتور عبد الله. يعني شوف، أنت لازم تضع الآن نفسك في موضع دول الخليج التي ترى يوميا وتسمع يوميا إيران تطور قدراتها الصاروخية، إيران تطور أنظمتها الدفاعية، إيران تطور أسلحة لها مناورات. يوميا نسمع كما تسمع. ما لم تذكره هنا، أنت ذكرت أن دول الخليج تنفق 120 مليار دول الخليج. لحظة، أنت الآن ضع نفسك في موضع دول قريبة جدا من دولة مثل إيران، يوميا تتحدث عن تطوير هذه الأسلحة، وأنت تقعد وتحط إيدك أنت مضطر اضطرارا. إيران تدفع دول الخليج دفعا نحو هذا التسلح هذا، لأنها ترى صواريخ، ترى أسلحة، ترى نظم، ترى كذا، ويوميا وتتباهى إيران بذلك وتعلن إيران ذلك. طيب. وأنت تبقى كذا ساكتا ولا تشعر بأي تهديد. سأذهب باتجاهك. بس هي المشكلة أن قدرات فردية تبقى. يعني هذا الإنفاق قاعد ننفقه 123 مليار اللي ذكرتها فاينانشال تايمز، هو إنفاق فردي. يعني ما عند نحن بحاجة إلى تحقيق نقلة كبيرة في العمل الخليجي الأمني والدفاعي، حتى نكون يعني نجمع هذه العصي المتفرقة في حزمة. طيب. إلى الآن لم ننجح بعد 30 سنة من قيام المجلس، بالرغم من هذا الإنفاق والتفوق التقني على الأقل في البعد في 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 في, في سلاح الطيران الحربي، إلا أن ما عندنا نحن إلى الآن خطة استراتيجية ننتقل فيها في مجلس التعاون الخليجي إلى دوره الأصلي الذي أنشئ بسببه. إحنا ركزنا أكثر على الاقتصاد، حتى في الاقتصاد اكتشفنا في خلافات وفي طيب. في أمور بحاجة إلى أيضا التعامل معها. أوكي دكتور، هذه المشكلة. بس خلينا ننهي الجملة هذه. فضل. المشكلة الأساسية أن طالما نحن في دول مجلس التعاون الخليجي لم نصل بعد إلى معادلة أمنية نجمع فيها قدراتنا والإنفاق العسكري الكبير، الذي مثل ما قال الدكتور عندنا عراق غير مستقر يهدد الكويت بين الحين والآخر، هذه لا ننساها بعد، ويهدد الأمن السعودي. فهذا كله عبث في تقديره، هذا سباق التسلح، لن يشعر إيران بال... أين دور أمريكا في كل ذلك؟ مشير تسلحكم، تسلح دول الخليج مقابل التسليح الإيراني كمان؟ لا تعتقد أن تزيد دول... خوف إيران لكي تسلح دول الخليج؟ شوف، هذه منطقة فيها مصالح دولية وعالمية ضخمة. نعم. مؤتمر المنامة IISS 35 دولة حضروا، من أستراليا واليابان وكوريا والهند وكذا وكذا وأمريكا وكذا، 35 دولة كلها تعتقد أنها معنية ولديها مصالح ضخمة في هذه المنطقة، نفطا، استثمارا، اقتصادا، أموالا وكذا. فإيران لن تستطيع أن تزحزح أمريكا أو هولندا أو مدري إيش أو كل هذه الدول، لابد أن تتعايش مع هذه الحقيقة. لكن نحن لماذا نلجأ للحماية الأمريكية
مضطرين اضطرارا. دول صغيرة تبحث عن خدمات، مثل أنت حياتك في خطر أو أنت عندك سيارة تبحث عن شركة تأمين. بالنسبة لنا أمريكا ليست بأكثر من شركة تأمين تقدم لنا خدمات، لكن هذه شركة التأمين في الوقت الحاضر في تقديري في أزمة ثقة فيها أيضا. فالتواجد الأمريكي تواجد أولا لأن المنطقة مهمة بالنسبة للمصالح الأمريكية، وثانيا لن تستطيع إيران بطريقتها المعادية للمجتمع الدولي وتطويرها لبرنامجها النووي وتخويفها للدول الصغيرة، هذا ليس أسلوبا بطرد أمريكا من المنطقة. ستبقى أمريكا غصبا عن إيران وغصبا عنا بهذه المنطقة، سيصبح يعني هم ربما يعتقدون ليس غير ذلك، ليس لن يكون الخليج فارسيا ولا عربيا بهذا المعنى، سيكون دوليا أو ربما أمريكيا أو ربما أوروبيا أو صينيا بهذا المعنى. طيب. دكتور عبد العزيز، في كلام الأخير اللي صدر عن صفقة الأسلحة الأمريكية السعودية، في دراسة لمركز دراسات الاستراتيجية الدولية تقول إن اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على السعودية مستمر حتى عام 2035، وأن العمل على نقل السعودية إلى مصاف الحليف الاستراتيجي ليعهد لها مثلا بلعب دور شرطي الخليج أو مكبح التمدد الإيراني في ظل ما يسمى بالردع الإقليمي الموسع، إضافة إلى القدرة على التصدي للصواريخ الإيرانية قائم. وفي ظل محدودية القدرة العسكرية الأمريكية المتخبطة في العراق وأفغانستان، سيكون بإمكان السعوديين تولي مسؤولية الدفاع عن أمنها أو السعودية عن أمنها بنفسها. نظرا لتمركز القاعدة في اليمن وتناول تنامي العمليات الإرهابية، فإن إنشاء وحدات سعودية عالية الكفاءة سريعة الانتشار ومدججة بأحدث الأسلحة باتت مسألة حيوية لأمن المنشآت والحقول النفطية السعودية. يعني يبدو من هذه الدراسة ومن صفقات الأسلحة وكأنه أمريكا تريد للسعودية أن تلعب دورا أمنيا بالدرجة الأولى ضد إيران، بالدرجة الثانية لأمن الخليج بشكل عام. يعني بالتأكيد معظم الصفقات الأمريكية الأخيرة هي تمت تحت ما يسمى بالsharing the burden، تحمل الأعباء والمسؤوليات. الولايات المتحدة بعد قرارها من تقليص وجودها في العراق وخفضه إلى ما يقارب 50,000 جندي وتقليص عدد القواعد والأماكن تواجدها والتزاماتها الموجودة الكبيرة في أفغانستان ورغبة بعض الدول الحلفاء الموجودين في أفغانستان في الانسحاب، جعل هنالك سياسة أمريكية